السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحداثة. دعا مكتب مفوضية حقوق الإنسان اليوم الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واتهمت المفوضية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات بأنها منحازة لطرف الحكومة والتحالف العربي. وبالتزامن مع هذه الدعوة وجهت 70 منظمة حقوقية يمنية رسالة لمجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد بعد أسبوعين بجنيف، طلبته فيها باستمرار دعم اللجنة الوطنية التي شكلها الرئيس هادي قبل عامين. مشاهدينا، حول هذا الحدث ستكون حلقة زوايا هذه الليلة. إذن خلال عامين من عمل اللجنة الوطنية رصدت اللجنة آلاف الانتهاكات في اليمن التي ارتكبت من قبل جميع الأطراف، لكن نشطاء حقوقيين محليين ودوليين وجهوا انتقادات كبيرة لسير عمل اللجنة، أبرزها عدم قدرتها على الوصول إلى مناطق سيطرة الانقلابيين، بالإضافة إلى انتقادات تستنكر كون مقر اللجنة في الرياض خشية التأثير على استقلالية اللجنة. وبالمقابل يخشى حقوقيون من أن تدويل الملف الحقوقي اليمني سيدخل حقوق الضحايا في دوامة المساومات والابتزازات الابتزازات بين الدول الكبرى على حساب الضحايا المدنيين. وهنا نتساءل، أين تكمن مصلحة الضحايا المدنيين؟ ولماذا يسعى اللوب الانقلابي في الأروقة الدولية إلى تشكيل لجنة دولية؟ وهل استمرار وصاية الحكومة والرياض على اللجنة الوطنية يمكن أن يضرها ويضر بحقوق الضحايا؟ مشاهدينا، سنشاهد هذا التقرير سويا ومن ثم نبدأ النقاش. يتجدد الجدل بشأن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في كل مرة يجتمع فيها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على الرغم من أنها شكلت قبل عامين بدعم من المجلس. قبل أيام من انعقاد المجلس، قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في الانتهاكات في اليمن، إذ أن حكومة البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة حسب تعبيره. ودعت المفوضية في تقرير لها مجلس حقوق الإنسان للموافقة على التحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين في اليمن. اللجنة الوطنية التي تشكلت بقرار جمهوري وأعيد تشكيلها قبل نحو أسبوعين أصدرت تقريرها الثالث قبل أيام، لكنها لا تزال تواجه حملات من التشكيك والاتهامات بعدم الحيادية وعدم القدرة على التعامل مع كافة الانتهاكات التي تقوم بها مختلف الأطراف. ويشير المعارضون للجنة لعدم قدرتها على التحقيق في الانتهاكات التي يمارسها التحالف، كملف السجون السرية الإماراتية في المحافظات الجنوبية التي كشفتها تقارير صحفية قبل فترة. تقول المفوضية إنه لا يمكن اعتبار اللجنة الوطنية غير منحازة، كما أنها غير معترف بها من كافة الأطراف المتحاربة، وهذا يحد من قدرتها على الوصول إلى الكثير من الأماكن، إضافة إلى كونها تفتقر لأي أداة أو تفويض يمكنها من تحويل ما تتوصل إليه من نتائج إلى آلية مساءلة يعتد بها. فيما يرى الطرف الداعم للجنة الوطنية أن فكرة اللجنة الدولية ليست بريئة وتقف خلفها مساعي لابتزاز التحالف العربي ليس إلا، ويدعو هؤلاء إلى دعم اللجنة الوطنية لتحقيق الكفاءة المطلوبة في التحقيق بانتهاكات حقوق الإنسان في البلد بدلا عن تجاوزها بعد كل ما أنجزته خلال العامين الماضيين. إذن نبدأ النقاش، وينضم إلينا الآن من جنيف السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان. سيد محمد، مساء الخير. مساء الخيرات، أهلا وسهلا. أهلا بك سيد محمد. يعني لماذا قبل كل جلسة من جلسات مجلس حقوق الإنسان يعني تثار مسألة لجنة دولية ولجنة محلية؟ ما هي الدوافع؟ هو ليست مسألة توقيت، هو استحقاق. كما تعلم، مجلس حقوق الإنسان كلف المفوضية بإعداد تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. نعم. وهذا التقرير يقدم في دورة شهر سبتمبر من كل عام، وبالتالي فهو التوقيت، هذا هو التوقيت الطبيعي، ليس هنالك توقيت استثنائي. لماذا تثار مسألة التحقيق الدولي؟ بكل بساطة أقول لحضرتك أنه أي نزاع مماثل للنزاع في اليمن كان هنالك مطالبة بتحقيق دولي من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان. نعم. فبالتالي اليمن ليس منفردا، وليس معنى أن الأطراف المتنازعة هي أطراف محلية أو أطراف عربية أن يكون هنالك استثناء من المطالبة بتحقيق دولي. فبالتالي سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين
في هذا النزاع يتطلب منا المطالبة بتحقيق دولي. وبالتالي هذا الشيء ليس استثنائي على الإطلاق، لا من حيث التوقيت. لكن بالنسبة لطبيعة اللجنة سيد محمد، هي تحت إشراف مباشر خلال فترة عملها الماضية من قبلهم، يعني لماذا هذه الملاحظات التي توجه حول عمل اللجنة لا يتم استيعابها من قبل المجلس؟ أنت تقصد اللجنة الوطنية؟ نعم. اللجنة الوطنية بكل احترام للذوات الزملاء أعضاء اللجنة ونقدر ما يقومون به، لكن من الواضح بعد عامين أنها ليست وسيلة ناجعة للكف عن انتهاكات حقوق الإنسان. المطلوب حقيقة من البعد الدولي للتحقيق هو ممارسة نوع من الضغط على أطراف النزاع الحوثي والتحالف، هذا هو السبب الرئيسي للمطالبة بتحقيق دولي. بالإضافة أيضا إلى أن اللجنة الدولية قد تكون مقبولة أكثر من جميع أطراف النزاع. كما تعلم الحوثي وصالح كان قد أعلنا رفضهم التام التعاطي مع اللجنة الوطنية للتحقيق، وبالتالي لا يمكن للجنة الوطنية الوصول إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثي وصالح، فهذا شيء أساسي. النقطة الأخرى أن اللجنة بحكم تكوينها وتأسيسها هي تتبع وترسل تقاريرها إلى الرئيس اليمني، وهذا حسب المعيار الدولي أو المعايير الدولية شيء يدل على وجود نقص في مسألة المصداقية والاستقلالية. إضافة ثالثة إذا سمحت، يعني أصدرت اللجنة الوطنية عدد من التقارير ووصلت إلى عدد من الاستنتاجات، وفي التقرير الأخير أشارت إلى أنه تم استكمال بحدود. لكن اسمح لي هنا بنقطة سيد محمد، لماذا يعتبر مؤشر نقص وأيضا الرئيس الشرعي عبد الرب منصور هادي هو الرئيس الشرعي للدولة؟ نحن نتكلم عن مسألة محاسبة ومحاسبة عن انتهاكات، فلا يجوز أن يكون طرف في النزاع هو أيضا يتم إليه الوصول إليه أو التقرير إرسال التقرير إليه بشكل أو بآخر. أنا بغض النظر عن مسألة الشرعية أو الحكومة، نحن نتكلم عن قانون دولي لقانون دولي إنساني، فبالتالي مسألة المحاسبة شيء ضروري. إذا كان هنالك، أنا لست بصدد أي مثال عن وجود محاسبة من قبل الحكومة اليمنية حول انتهاكات التحالف على سبيل المثال، هل هنالك سابقة حصلت خلال النزاع؟ فبالتالي يعني هنا من حيث المعيار الدولي نقول أن استقلالية أي هيئة تحقيق يجب أن تكون بمعزل عن الأطراف المنخرطة في النزاع. نعم سيد محمد، أيضا مجلس حقوق الإنسان وهو الذي يشرف على اللجنة الوطنية، يعني جميع الملاحظات هذه لماذا لم يستوعبها خلال الفترة الماضية؟ هذه المعلومة ليست دقيقة. مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لا يشرف على اللجنة الوطنية، هو أشار إلى اللجنة الوطنية في عدد من القرارات وأخذ علم بتقارير اللجنة ودعا المفوضية إلى دعمها من ناحية التقنية، وهذا ما حصل وهذا ما نعمل عليه، لكن لا يوجد إشراف مباشر من مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على اللجنة الوطنية. نعم، أيضا كل هذا الجهد الذي بذل من قبل اللجنة الوطنية للتحقيق في دعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال عامين، هناك جهد كبير، يعني هل من يعني او من المنصف ان ينسف هذا الجهد خلال هذه العامين ويتم استبدال العمل من خلال لجنه دوليه وتبدا عملها من الصفر؟ ليس بالضروره ان ينسف هذا الجهد مع مره اخرى، يعني اي اليه جديده للتحقيق يجب ان تبني على ما تم وان يكون هنالك وضوح في النتيجه النهائيه للتحقيق. فبالتالي يعني انا استبعد انه يكون في يعني عدم اكتراث بعمل لجنه سواء من قبل اي جهاز جديد ان حصل. كما تعلم ان القرار بشكل نهائي هو لمجلس حقوق الانسان، هو يقرر. التقرير وضع توصيه وهي توصيه مكرره للعام الثالث،
على التوالي. سمعنا كثير من الانتهاكات والحوادث، برر بعضها على أساس وجود أخطاء استخبارية، بعض الآخر على وجود أخطاء تقنية، لكن الممارسة ما زالت مستمرة، وعدم احترام قواعد القانون الدولي الإنساني من أطراف النزاع جميعها، ليس من طرف واحد، وإحنا هذا ما تكلمنا عنه في التقرير. نعم، إذا سيد محمد نسور تكرم البقاء معي، دعنا نشرك معنا في النقاش المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان السيدة إشراق فضل، ستنضم إلينا من الرياض. سيدة إشراق مساء الخير. مساء النور. سيدة إشراق، تابعتي بالتأكيد دعوات مفوض حقوق الإنسان الذي شكك في عمل اللجنة الوطنية ودعا إلى تشكيل لجنة دولية، ما هي دوافع هذه التصريحات المتكررة؟ بالفعل تابعنا كما ذكرت تقرير أو خطاب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولا أعتقد أنه هو نفس الخطاب القديم، لم يتغير به شيء، وربما هو خطاب أراه قدر الإمكان يعني بعيد عن الأرض، لأن في الأرض حدثت كثير من التغييرات وكثير من الوقائع وكثير من أعمال اللجنة الوطنية التي يجب أن ينظر إليها بقراءة مختلفة عن بدايات عملها، وبالتالي كان من المأمول أن يكون خطاب المفوضية السامية خطاب مختلف، خطاب بحسب الوقائع الجديدة. ولهذا لا أرى من الحديث الذي سواء ذكر قبل قليل أو من أوليات التقرير الذي تم الاطلاع عليه بأن هناك مبررات بالفعل حقيقية ومنطقية من الممكن أن يعول عليها في مسألة التشكيك بأعمال اللجنة الوطنية، لأنه أنتم ربما وكثير من القنوات الإعلام يتابع ما تقوم به اللجنة أول بأول في جميع أنواع التحقيقات ونتائجها التي تحدثت عن كافة الانتهاكات التي تطال المواطنين من كافة الأطراف، إضافة إلى حديثها عن كافة الانتهاكات وليس انتهاك معين. نعم، لكن سيدة إشراق هنا لو قاطعتك بهذه النقطة، هناك انتقادات واسعة بشأن عمل اللجنة، يعني دعيني أورد لك بعضا منها، مثلا أنتم غير قادرين على الوصول إلى مناطق سيطرة الميليشيا، ألا يعد ذلك خلل كبير في تقاريركم كون اللجنة يجب أن تغطي جميع الانتهاكات؟ ربما الذين يقولون هذا الكلام أو هذا الطرح يعني قراءتهم واحدة بأن اللجنة لم تصل إلى مناطق جميعها أو لجميع المناطق، لكن الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة بأننا وصلنا إلى كل الجمهورية اليمنية دون استثناء عبر ثلاث تراتبيات أو ثلاثة اتجاهات. الاتجاه الأول الأعضاء الذين وصلوا ربما بذاتهم وتواجدهم النزول الميدان إلى المربعات التي ممكنة، الجوف، مأرب البيضاء، عدن، الضالع، حضرموت، تعز، إب، هذه المحافظات تم زيارتها من قبل أعضاء، إضافة إلى المحققين القانونيين المحامين المتواجدين في المحافظات الأخرى والرافين. تم الوصول إلى صعدة، إلى حجة، إلى صنعاء. فريقنا ربما المحامين المتواجدين في صنعاء 5 محامين استطاعوا الإنهاء خلال أسبوع كامل من التحقيق في واقعة فج عطان وأرحى وغيرها. وبالتالي فإن ما يقال من حديث هو الكلام غير منطقي، كلام ربما عاطفي وحماسي وربما ارتباطه سياسي أكثر من ارتباط البقية. الأمر الآخر عندما نتحدث عن عملية الوصول، ماذا فعلت لجان أخرى يا عزيزي؟ ماذا فعلت لجان سوريا، لجان ليبيا 6 سنوات وهي حتى هذه اللحظة لم تخرج حتى بنتيجة يرضاها السوريين والليبيين أو تلك الدول؟ بالتالي فاللجنة الوطنية نحن لا نقول بأننا يعني لكن أيضا سيدة إشراق هناك أيضا بعض ما طرح أنه لا توجد حيادية في عمل اللجنة كون التقارير تصل إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي والرئيس هو طرف في الصراع. عزيزي بالفعل إن هذه التقارير تصل إلى رئيس الجمهورية وتصل للمجتمع الدولي وتخرج للعامة ويتم والتقارير مطروحة أمام الكل، يعني إرسالها لرئيس الجمهورية حتى المفوضية الثانية تعطي نسخة من تقريرها للحكومة للإطلاع وللملاحظة، هذا أمر طبيعي. القضاء الوطني الذي يجب أن يتم يعني تفعيله هو القضاء الوطني أيضا تشكيله من قبل رئاسة الجمهورية، وهو يعمل بأنه قضاء مستقل ولديه الكثير من الاستقلال. يمكن أن يتم الطعن بكافة كان القضاء طيلة 70-80 سنة في اليمن أو في بقية الدول العربية ودول العالم غير منطقي، يعني كلام بأن تقاريرنا تعطى لرئيس الجمهورية بصفته الجهة التي أصدرت القرار وهي الجهة التي ضغطت عليه المفوضية بإصدار في 2011 بإصدار لجنة وطنية مستقلة لصالح التحقيق في الانتهاكات. نعم، إذن ابقى معي سيدة إشراق، أعود
ضيفي الآخر السيد محمد النسور وأنقل له ما قلت. يعني السيد أشراق، سيد محمد تقول أنه يعني تم تغطية جميع المحافظات اليمنية دون استثناء في مسألة رصد الانتهاكات، وأيضا تقول في مسألة الرئيس هادي أنه هو المشرف على عمل اللجنة، وأيضا كل المنظمات تعمل على إيصال تقاريرها إلى الرئيس ومنها المفوضية، وهي أيضا من ضغطت عليه بأن يتم تشكيل هذه اللجنة. شكرا أخي أندرو، وشكر أيضا للأستاذ إشراق. وأنا بعود لمسألة التشكيك في اللجنة الوطنية وإلى آخره. نحن لا نشكك في عمل أحد، هذا من ناحية. يعني أنا المبررات، السيدة إشراق سألت عن مبررات. اللجنة الوطنية أنهت العام الماضي تقريرها الأول وكان هنالك توصيات. ماذا حصل في هذا التقرير؟ ماذا حصل في تنفيذ التوصيات؟ ماذا حصل في محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بموجب تقرير اللجنة الوطنية؟ المعلومات التي لدينا أن لم يحدث أي نوع من المحاسبة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه لا يوجد ما يمنع من وجود آلية وطنية وآلية دولية. إذا كانت اللجنة الوطنية تعمل وقامت بجهد، فممكن أن يستمر هذا بوجود آلية دولية. لا يوجد، وهنالك سوابق في هذا الأمر. الأستاذة إشراق قالت على سوريا ودول أخرى، هل هذا مبرر لاستمرار استهداف المدنيين؟ هذا ليس مبرر. وجود الآليات في سوريا، تم إضافة آلية جديدة مؤخرا وهي الآلية الخاصة بالمحاسبة، بالإضافة إلى وجود مقرر خاص بموجب القرارات مجلس حقوق الإنسان، ووجود هيئة تحقيق دولي أيضا بخصوص سوريا. لكن كيف هي لجنة وطنية ولجنة دولية بنفس الوقت سيد محمد؟ لا يوجد ما يمنع حقيقة، لا يوجد، وهنالك سوابق دولية. لا يوجد ما يمنع. إذا كانت اللجنة الوطنية يعني واثقة من عملها، فبالتالي يجب أن ترحب بأي تحقيق دولي مكمل، قد يكون مكمل أو موازي له. فبالتالي لا يوجد ما يمنع أن يكون هذا الآليتان موجودتان على الأرض. نعم. أنا حقيقة في مسألة يعني مسألة الخطاب السياسي ووجود توجهات سياسية، لا يوجد لدى المفوضية السامية توجه سياسي. نحن في تقريرنا، لماذا يؤخذ دائما أنه هجوم، اختزل التقرير بأنه هجوم على اللجنة الوطنية؟ الحقيقة هنالك كثير من الانتهاكات التي رصدناها وتكلمنا عنها، وحقيقة أيضا يجب أن نشير أنه دائما عندما ننتقد نحن الانتهاكات، يكون هنالك في مرحلة زمنية لاحقة وجود انتهاكات أقل. فبالتالي البعد والضغط الدولي ووجود نوع من الرقابة الدولية على أطراف النزاع، هذا شيء مهم. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيلا السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان، كنت معنا من جنيف، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي الآخر السيد إشراق فضل، المتحدث باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. سيد إشراق، لعلك سمعت لما قاله سيد محمد، هو يقول ماذا حصل حول التوصيات التي وضعت حول تقريركم للعام الماضي؟ أولا نحن نقول بأننا لا نرى بأن المفوضية أو هناك نزاع بين المفوضية واللجنة الوطنية كما ذكر ربما الأستاذ النسور، لكن الحديث عن وجود، يعني أتحدث من الأخير، الحديث عن وجود آليتين في نفس آن واحد وفي بلد واحد، أعتقد هو ليس من، يعني ليس، لا يعود بالفائدة على الضحايا ولا على المدنيين. هذا في مسألة أن يكون هناك لجنة وطنية ودولية مع بعض. بالفعل يعني ما المانع بأن جميع ما أنتجته وما قامت به اللجنة الوطنية يتم إكماله واستكماله بشكل منطقي ودعم حقيقي لهذه اللجنة التي تعمل على الأرض؟ ولماذا يتم الآن عملية مسألة الاجتزاء أو مسألة التقسيم؟ أمر آخر، لدينا لجنة عقوبات أساسا لديها كثير من مهام التحقيقات في انتهاكات القانون الدولي الإنساني.
إذا بالتالي أيضا هناك آلية دولية لديها شق مهم في مسألة التحقيقات. فيما يخص التوصيات التي قدمت في التقرير الأول، بالفعل كان هناك توصيات مهمة، ربما لم يعني يتم التركيز على التقرير الأخير للجنة الذي وضح أنه جزء من هذه التوصيات التي قدمت في العام الماضي نتائجها وضحت في هذا التقرير، أنه تم إحالة أكثر من 3000 ملف إلى القضاء الوطني لمسألة المحاكمة وإنهاء موضوع محاسبة المتسببين. بالتالي هذا الرد على سؤاله ماذا كيف نفذت، هو تم استيعاب جزء من التوصيات أم يعني صعبت بشكل كامل؟ لا، هو صعدت بشكل كامل، لكن لكي تكون الملفات حقيقية ومنطقية وقانونية ومكتملة تم مسألة عملية تقسيم هذه الملفات إلى مراحل زمنية. أكثر من 3000 ملف كما ذكرت تم تحويله إلى القضاء، وربما هذا الملف الذي نراه كثير من نقاط القوة التي تحسب اللجنة الوطنية. أمر آخر، حتى في توصيات اللجان الأخرى يا أخي، أين ماذا حقق وماذا نفذ؟ نحن الآن لا ندافع عن اللجنة الوطنية، ليست متهمة، وكما ذكر بأنه ليس كان تقرير المفوضية فقط يصب في موضوع اللجنة الوطنية، لكن ربما كثير ما نراه من الأسف بأن يختزل حديث المفوضية عن المطالبة بلجنة تحقيق دولية، ولا يقيم كما ذكرت آخر النتائج وآخر أعمال اللجنة الوطنية سواء في تقريرها أو في تواجدها الميداني وحضورها المستمر. نعم سيدة أشرق، دعني أسألك، هناك من يتهمكم أيضا ب التغاضي عن انتهاكات ارتكبتها الأجهزة الأمنية في محافظة عدن ومناطق جنوبية، وأيضا انتهاكات ارتكبتها قوات إماراتية تغاضيتم عنها بينما هناك العديد من المنظمات الدولية رصدتها، لماذا لم تحققوا بذلك؟ من قال نحن حد حققنا؟ وفي التقرير ربما المختص بموضوع المعتقلين تدخل في هذه الأحصائية والأرقام كافة المعتقلين المحتجزين المخفين قصيرين في عموم محافظات الجمهورية بالنسبة للمعتقلين في السجون الحزام الأمني وأيضا القوات الإماراتية. نعم نعم، في كل المعتقلات والمحتجزات ربما لم تستطع جهات أخرى سواء آلية أو أجهزة دولية وغيرها أن تصل إلى محافظات تسيطر عليها ربما شرعية تم النزول كما ذكرت حتى إلى محافظة أو مديرية المخا في محافظة تعز والتي أيضا سيطر عليها كما ذكرت التحالف والنزول إلى كثير من المناطق. وكما ذكر في مسألة المعتقلين تم النزول إلى سجون إلى محتجزات، تم أيضا البدء في عملية التحقيق، تم أيضا وإيراد هذه الأرقام والإحصائيات التي تم رصدها وتحقيقها من قبل اللجنة في تقريرها الثالث. ولكن أن يتحدثوا بأن اللجنة تتغاضى عن مناطق المحتجزات في محافظات عدن وحضرموت هذا شيء يعني غير صحيح. نعم سيدة أشراق، لكن لماذا مقر اللجنة في الرياض؟ ألا يتسبب ذلك في حرج لكونكم تحت حماية وربما دعم طرف من أطراف الحرب؟ هي محافظة مقر اللجنة هي محافظة عدن، حاليا نحن في الرياض فقط لأخذ فيزا تأشيرة إلى جنيف لأننا مغادرين إلى جنيف لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان. مقرنا في عدن، مكتبنا الآخر في محافظة تعز الذي يستقبل شكاوى محافظات إب والحديدة، ولدينا في الشهر القادم بإذن الله افتتاح مكتب آخر في مأرب أيضا للمحافظات المجاورة صنعاء وعمران والمحويت ودمار، وبالتالي المقر الرئيسي هو في محافظة عدن منذ أول يوم تأسيس اللجنة. نعم إذن أشكرك جزيلا المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان السيدة أشراق المقطري، كنت معنا من الرياض. ينضم إلينا الآن من فيينا مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات سيد توفيق الحميدي. سيد توفيق مساء الخير. مساء النور أخي الكريم. أهلا بك سيد توفيق، يعني كيف تتابع دعوة المفوضية إلى تشكيل لجنة دولية؟ هل هي محاولة يعني لنسف كامل لما أنجزته اللجنة الوطنية خلال عامين؟ حقيقة موضوع تشكيل لجنة تحقيق دولية في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن هو ذلك الموضوع القديم الجديد، للأسف الشديد في كل مرة يتداعى البعد السياسي أكثر من البعد الحقوقي. تشكيل لجنة تحقيق وطنية في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في أحداث ثورة 11 من فبراير كان مطلبا ثوريا عُضد بمجموعة من القرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن وقرار لمجلس حقوق الإنسان الذي دعا رئيس الجمهورية إلى تسمية أعضاء
اللجنة الوطنية لادعاءات حقوق النساء، وبالفعل خرجت اللجنة الوطنية إلى النور بقرار جمهوري واضح في ذلك، حدد صلاحيتها وأعمالها إلى غير ذلك. خاضت اللجنة الوطنية معتركات، كان هنالك تقريبا جولة من الصراع في انعقاد الدورة تقريبا 33 لتشكيل لجنة تحقيق دولية، وخرجوا بقرار متوازن على أن هذه اللجنة تمارس عملها بشرط أن تقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعمها وتعضيدها بالخبرات إلى غير ذلك. نحن نقدر أن هنالك مجموعة من العوائق منعت اللجنة الوطنية أن تقوم بدورها المطلوب. هذه العوائق تتعدد في عدة أشياء، من ضمن هذه العوائق أن اللجنة الوطنية لا تستطيع أن تمارس دورها التحقيقي في الجرائم في كافة الأراضي اليمنية، لأن الجميع يعرف أن هنالك سلطتين متنازعتين في اليمن كلهم تسيطر على بقعة من الأرض، وبالتالي لا تستطيع اللجنة الوطنية أن تصل إلى المناطق التي تسيطر عليها مناطق. وهذه نقطة هي من مبررات المطالبة بتشكيل لجنة دولية. نعم، لكن المشكلة أيضا الأخرى أن هنالك انتهاكات تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية، والناس ينتظرون من اللجنة الوطنية تحرك جدي. للأسف الشديد بعد التقارير التي صدرت بخصوص سجون سرية موجودة في عدن في حضرموت، رأينا السلطة التنفيذية في الحكومة الشرعية تصدر قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة تحقيق في هذه المزاعم دون أي اعتبار للجنة التحقيق الوطنية الموجودة، والتي هي الأصل أن تقوم بهذا التحقيق أو أن تكون عضوا في هذا الأمر. وبالتالي كل هذه الأمور أضعفت حقيقة جزء من عمل اللجنة الوطنية برغم الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية على مستوى اليمن، برغم أنها عدت ملفات كبيرة يصل إلى ما يقارب 3000 بحسب بيان لجنة التحقيق الوطنية ستحال إلى القضاء. طبعا هذه الجهود لا يمكن أن تنسف بصورة كلية. اليوم اليمنيون اليوم على مفترق طرق، خاصة بعد ضربات طيران التحالف في صنعاء، وتعالت الصوت على الأصوات خاصة في الدول الغربية إلى لجنة تحقيق دولية تتسم بالحيادية لهذا الأمر. القصة نعتقد أن الأمر له أبعاد سياسية أكثر من أبعاد متعلقة بالضحايا الموجودين على الأرض. الأمر لن يقوم بهذه الصيغة لجنة تحقيق دولية مستقلة. لكن أيضا سيد توفيق، من الملاحظ هناك نشطاء منحازين لطرف الميليشيا أو يعملون معها مهتمين بمسألة اللجنة الدولية بشكل كبير، ما الدافع؟ هي في النهاية أخي معركة، هي معركة، كل ينظر إلى المنظور من زاويته. الأطراف الذين مع الميليشيات أو الذين ينحازون للميليشيات يريدون لجنة تحقيق دولية من أجل إدانة الانتهاكات التي وقعت بسبب طيران التحالف بالدرجة الأولى. وكان واضح لجنة اليوم التقرير الذي صدر عن رعد بن الحسن المفوض السامي لحقوق الإنسان بأن ما يقارب من 3000 من أصل 5000 قتلوا بسبب طيران التحالف، وبالتالي هم يريدون أن يذهبون إلى إدانة واضحة للتحالف. الطرف الآخر الذي يريد أن يتمسك باللجنة التحقيق الوطنية هو يريد أن يمارس على الأرض بحيث يصل إلى إدانة الانتهاكات التي تمارسها الحوثي وغيرها وإن كانت بنسبة معينة. إذن القضية الآن هنالك صراع، البعد السياسي واضح فيه تماما، لكن إلى حد الآن تغيب صيغة عملية للتحقيق وإدانة الأطراف. أنا أدعو من هذه النقطة إلى أنه اللجنة الوطنية تسارع إلى الحكومة التنفيذية، يجب أن تفعل أدوات إنفاذ القانون في اليمن، يجب أن يكون هنالك تحرك جدي في استقبال هذه ملفات الإدانة، يجب أن اللجنة الوطنية أن تستعد بخبرات أكبر في قضايا التحقيق إلى غير ذلك، خاصة في قضايا الأسلحة إلى غير ذلك، بحيث تتصل إلى مستوى المعيارية الكبرى. وبالتالي أنا أعتقد أن المرحلة القادمة لن تكون مرحلة ناجزة إما مع أو ضد. أنا أعتقد أننا قد نصل إلى نقطة وسطية بحيث ننصف الضحايا، نعترف بوجود قصور بعدم الوصول إلى مناطق الميليشيات من قبل لجنة التحقيق الوطنية، أيضا نعترف في نفس الوقت أن هنالك أيضا انحياز واضح لصالح هذا الطرف من ذلك، وبالتالي يجب أن نبحث عن صيغة وضحت الصورة
يصالح الضحايا بشكل بدون انحياز للطرف السياسي، الطرف السياسي سيدمر حقوق الضحايا في اليمن. نعم، أشكرك جزيلا سيد توفيق الحميدي مسؤول الرصد بمنظمة سام للحقوق والحريات. مشاهدينا بهذا وصلنا إلى ختام حلقة ليلة من زوايا الحدث، أشكر ضيوفي، كان معنا سيد محمد نسور رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان كان معنا من جنيف، والشكر أيضا لسيدة إشراق فضل المتحدثة باسم اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات حقوق الإنسان كانت معنا من الرياض. وختاما مشاهدينا تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل أسامة عادل، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل، حتى نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله.